انا هحكي حاجه حصلت بجد جدا يعني. في حاجه الناس ما تعرفهاش ودي معلومه مهمه جدا. برج خليفه طبعا كلكم عارفين برج خليفه بتاع الامارات. برج خليفه ده معمول كده على اربع عجلات. ليه بقى معمول على اربع عجلات؟ من تحت في اربع كل حته في البرج ساند على عجله. ليه بقى؟ قبل كده حرامي حاول كان معاه شنطه كبيره شويه فحاول يسرق البرج. تمام؟ فمش يعني الناس خافت بقى لا يتسرق بجد وكده فركبوه اربع عجلات وعملوا له جراج عشان اول ما يجي بقى حد يجي يسرق البرج ده يقوم جايين زقين البرج كده فيتدحرج ينزل ايه ينزل في الجراج. طبعا دي معلومه مهمه جدا الناس كلها ما تعرفهاش يعني فمش عارف هتبقى مهمه في ايه بس دي حقيقه يعني. تخيلوا بقى البرج ده كله على اربع عجلات وبالزحلق بينزل في الجراج وبيستخبى بالليل عشان ما يجيلوش برد. يعني عشان برضو ما يضطروش يجيبوا لكم كونجستال مثلا من الصيدليه ولا حاجه بيزحلقوا البرج فاهم فبينزل في الجراج فما يبردش. اصل لو جاله برد هيجيبوا لكم كونجستال منين؟ فهي هنا بقى المشكله. فعشان كده هم ركبوا اربع عجلات بس كده. فن يعني حضرتك لو حابه تشوف الاربع عجلات بنفسك انا ممكن اوريهم لك يعني نروح الامارات ونوريهم لك. لا يلا نروح دلوقتي. لا ما فيش ما تقول ايه؟ انا عايز اشوف دلوقتي. لا ما برج الخليفه مش موجود في ابو كبير للاسف يعني فممكن تصرف طياره الحاج عنده طياره كده فوق البيت. ممكن ناخد بيها لفه يعني فاهم. الحاج دلوقتي بقى؟ لا بس التليفون فاصل الشحن. يعني معايا التليفون كلم الحاج. لا ما بمسك بس حاجه الطياره بتاعته اصلا ما ينفعش بنزين دلوقتي فهو محتاجين نعدي على البنزينه. تمام هنمولها من ايه؟ من البنزين اللي عند المحطة؟ بس حاجة مش هنا مش هيلحق ما هو مش الطيارة هتنزل من الحاجة. هجيب لك سواق اللي خلينا بس نعترف ان البرج اولا ليه اربع عجلات. تمام؟ والاربع عجلات يعني الجنطات بتاعتها تقيلة شوية عشان يقدر يستحمل ان هو ينزل تحت كده كده فاهمة؟ فهو ده بجد حقيقي يعني. ولا اخترع الموضوع ده في عالم من مصر مشهور جدا اسمه حسنين. بحاول افتكر اسمه حسنين تقريبا. العالم ده هو اللي اخترع العجلات دي. طبعا الامارات مخلده اسمه و احسن هبيت في العالم يعني. هو برضو اللي هبيت. هو اللي هبيت طبعا. انا الحمد لله زي الفل كويس يعني. بقول لك معلومه حقيقيه بجد والله حقيقيه حقيقيه يعني. القصه حصلت في الحقيقه والحرامي ده طبعا اتحبس. تمام؟ لما كان حاول يسرق البرج اتحبس كده فاهم. الحرامي يعني انتهى خلص يعني ما خلاص بقى.